تستمر معارض أهلا رمضان بتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من إحدى معارض أهلا رمضان بالجيزة مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. تحتي لك سالي، وصفي لنا الأجواء لديك في الجيزة داخل إحدى معارض أهلا رمضان ومدى الإقبال الجماهيري عليها. تحياتي لك فاطمة ولمشاهدينا الكرام. بالفعل نتواجد داخل معرض أهلا رمضان بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وهو واحد من بين سلسلة من المعارض المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالطبع في إطار توجيهات فخامة الرئيس بضرورة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بتخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 30%. ويعني دعيني أبدأ في هذا البث الحي والمباشر بحكم الإقبال المتواجد داخل هذا المعرض، والذي ترصده أعين الكاميرا الآن، والذي يؤكد على نجاح هذا المعرض في توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية، فضلا أيضا عن المستلزمات الرمضانية. الإقبال كثيف من المواطنين في الأيام الأولى من افتتاح هذا المعرض، والنسب التخفيضات المتفاوتة التي يوفرها هذا المعرض من خلال أكثر من 80 عارض وعارضة، إضافة أيضا إلى بعض الشركات الحكومية التي تتواجد هنا داخل هذا المعرض. وللوقوف أكثر على تفاصيل هذا المعرض والتخفيضات التي يمكن للمواطن الحصول عليها والحصول على كافة السلع الغذائية داخل هذا المعرض، يكون معي في هذا البث الحي والمباشر أستاذ هشام الدجوي، وهو رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة. يعني كيف تم تنسيق فندم مع كل هؤلاء العارضين لتوفير هذه السلع بكميات كبيرة داخل هذا المعرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل سنة عليكم طيبين. طبعا تعليمات دولة الكيان السياسية ودولة رئيس الوزراء تحت رعايته تم التنبيه بعمل معارض ديت. فاحنا يعني الجيزة نقول نخص الجيزة بالذكر، فيها 7 معارض. التنسيق بقى أستاذ محمد إمبابي رئيس الغرفة بقى عامل مجهود كبير قوي، بيتصل بالشركات الكبرى، معالي المحافظ، اللقاءات اللي كانت مع علي، ابتدوا هم يتصلوا بالشركات الكبيره، ابتدينا احنا كاعضاء شعبه نعمل جوله على كل المصانع في 6 اكتوبر وهكذا، بحيث ان احنا نحسهم على ان هم يشرفونا في المعرض، وناكد عليهم ان المعرض ده بالمجان، وبناء عليه هذا ثمار ما المجهودات اللي تمت الفتره اللي فاتت. يعني الاقبال من الجمهور اللي بنرصده في هذه الايام يا فندم، وحجم السلع المتواجده هنا، يعني اتكلمنا عن فروقات الاسعار ما بين هذه السلع ومثيلتها في الاسواق الخارجيه. التعليمات لما استاذ محمد امبابي قعد مع الشركات ديت اكد عليهم ان المره دي مش معرض رمضان، المره دي ديت اداره ازمه، فاداره ازمه لازم كل الشركات دي تبقى متواجده، والمواطن يحس ان هي مسانده في الازمه اللي احنا فيها، لان الازمه دي ازمه عالميه، احنا مصر ما يعني مش طرف فيها، ولكن احنا جزء من كل يعني، فبناء عليه لازم نتدارك ونعرف نحلها ازاي. فاللي حصل ان التوجيهات بتاعت معالي المحافظ ومحمد بن بيبي لما قعدوا مع الشركات قدرنا ان احنا نحسهم على انهم يعملوا خصم كبير. فالخصومات هنا بقت نوعين، الخصم الاولاني اللي هو الشركه بتوفر المنتج بتاعها دوت، بيتحمل عليه عشان يعرضوه، بيتحمل عليه مصاريف النقل والمناديب والسواقين والعربيات وهكذا، ده طبعا شامل على عاتقهم، لان هنا الغرف موفره المكان ده بالمجان، الكهرباء والارض والامن والامن الخارجي والامن الداخلي وكل ده بالمجان، فبناء عليه كل دي توفرات استوفرت المنتج، بالاضافه لان المصانع دي دعمت المنتج كمان بتاعها عشان تتواكب مع الظروف اللي احنا فيها. فهنقول مثلا نوع من انواع المكرونه ب 6 جنيه بره، بيتباع هنا ب 4 جنيه ونص، ونوع يعني معروف مش ودي او مش شركه واحده بس، كل الشركات بنفس الموضوع. الرز نفس الموضوع، السكر بقى ب 10 جنيه، والمكرونه والرز ب 9 جنيه، وهكذا يعني. فهنا كل الشركات دعمت المنتج بتاعها، بالإضافة للدعم كمان اللي هو بتاع الغرفة اللي هي الشهادة دي بالمجان، والكهرباء بالمجان، والأمن بالمجان، والكلام ده كله، فكل ده وفر التوفير ده كله وصل للمواطن، فبالتالي المواطن حس بالفرق.
وبناء عليه زي ما معاليكي شايفه الكم الموجود، يعني كرتونه البيض هنا بتتباع ب 48 جنيه بدل 60 جنيه، ففرق شاسع. انت ما بتتكلمش في، والفرق ده كبير. يعني احنا لما نقول كيس مكرونه ب 6 جنيه ب 4 جنيه ونص، يبقى احنا بنتكلم في اكتر من 35%. لما نقول السكر ب 12 جنيه بيتباع ب 10 جنيه، فانت بتتكلم في 20% وهكذا. هو الكم كده، فلما نيجي نجمعهم في الاخر هنلاقي اللي بيشتري ب 1000 جنيه وفر، بقى بيشتري بيدفع 700 جنيه 750 800 على الاكثر يعني. فالفرق ده كبير، بدليل ان المواطن حاسس بيه. ما المواطن مش هيضحك عليه، هو حافظ الاسعار، هو في اي حته حافظ الاسعار يعني. هو بيجي لك بيقول لك هنا بره بتتباع بكذا وانتوا عندكم كذا، يبقى فرق كذا، هو حاسبها عارف. وفي ناس بتجي لنا بورقه مكتوب عليها الاسعار من بره، يعني هو واخد جوله يعني. فاحنا لا، وبنشوف هنا حاجات كتير قوي يعني، فده يؤكد لك ان الحاجات هنا فعلا جودتها عاليه قوي، الاسعار رخيصه، الشركات كلها شركات برندات يعني. احنا مش عايزين نقول بس الناس دي فعلا خدمت، لكن انا معاليك لو خدت جوله هتشوف الشركات ديت عامله خصومات كبيره بجد يعني. وبعدين بقى هنا مثلا الشعبه عامله باكيه كبيره، كل حاجه حتى انا بشكرك يا فندم. شكرا. ايوه يا فندم. يعني فاطمة ورجائي، هذا هو ما يتعلق بهذا المعرض. المعرض يوفر كافة أنواع السلع من الألبان والمنتجات الغذائية، الزيت والسكر وغيرها، فضلا أيضا عن المستلزمات الرمضانية. كافة ما يحتاجه البيت المصري داخل هذا المعرض يمكن أن يجده المواطن بأسعار تنافسية، وتقل نسبة التخفيض وتصل إلى 30%. الكلمة تعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا لك الزميلة سالي سالم، كنت معنا من داخل واحد من معارض أهلا رمضان. شكرا جزيلا لك.